نعم، اليوم ارتفاع سعر الدولار يمس جميع الشعب العراقي، يمس الموظفين، يمس الطبقة الكاسبة، الطبقة البسيطة، التجار، وأكو غضب حقيقة، يعني غضب وغليان منذ 3 أيام بالشارع العراقي، وهذا ينذر بثورة، ثورة الجياع، أو ينذر بثورة وغضب ضد السياسة الاقتصادية الخاطئة بالعراق. دعيني أعرج على نقطة جدا مهمة ست الكريمة، أنه هنالك عدة أسباب لارتفاع الدولار. هنالك من يلقي اللوم على الطرف الخارجي، لكن في الحقيقة هنالك سياسة مالية داخلية خاطئة.